هكذا كان المشهد عشية عيد الاستقلال في فروع مدارس طيور الأمل التي تضم أكبر تجمع للطلاب السوريين الذين لجأوا مع أهليهم إلى لبنان خلال السنوات الماضية. هؤلاء الأطفال الذين رسمت الفرحة على وجوههم تجهزوا للاحتفال قبل فترة، فزينوا صفوفهم وجمعوا المال لشراء قوالب الحلوى هذه. أكثر شيء حبيته هو اندفاع الطلاب واندفاع الكادر التعليمي والتنظيمي حتى بإتمام هيدي المناسبة، رغم أنه بالنهاية هن سوريين يعني مش معنيين أبدا بهيدي المناسبة، ولكن كونهم هن موجودين بلبنان فحبوا يوصلوا هيدي الرسالة للبنانيين، رسالة الشكر للبنان أنه هن ما بحبوا اللبنانيين، بهمهم استقلاله بهمهم سيادته. وأكيد يعني رغم كل شيء قالوا وكل شيء الأناشيد الوطنية اللبنانية اللي قالوها، بس بتحس في نوع من الحنين لأرضهم. هني بيتمنوا أنه اليوم يرجعوا قبل بكرة، هني عندهم ذكرياتهم، يعني لو قد ما كانت مدرستهم طيور الأمل بلبنان عزيز عليهم حتكون بسوريا أكيد عزيزة أكتر. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بيسهلك بحبك. الأمل إذن يبقى لجميع هؤلاء هو العودة إلى بلادهم للفرح في مدارسهم والاحتفال بعيد الاستقلال السوري الثاني.